إلى حياة كريمة، حيث شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نبين القباج احتفالية تسليم عدد 40 منزلا بعد إعادة إعمارها بقرية المنصورية مركز دراو بأسوان، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وخلال زيارتها لأسوان سلمت الوزيرة مراكب صيد مزودة بأحدث أدوات الصيد والشباك، كما تفقدت القافلة الطبية التي تم إعدادها لتوقيع الكشف الطبي على العيون وإجراء العملية الجراحية للحالات. وأثنت الوزيرة على الجهود التي تم بذلها من أجل إعادة إعمار المنازل.